والمعروف بفريد الروكر ونقله الآن كما نشاهد في هذه الصور. كما نتابع الآن في هذه الصور نقله على متن هذا الإسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات الطب الشرعي. سامر وراك هنا اطلع انهم كما تابعنا الان تم وضعه داخل هذا الاسعاف لنقله مباشره الى المستشفى. إذن مشاهدينا الكرام كما تتابعون الآن مغادرة الإسعاف الناقل لجثمان الراحل فريد قصيصية المعروف بفريد الروكر من أجل إجراء التحاليل اللازمة